يسعد صباحكم مشاهدينا الاعزاء. اليوم احنا برفقه نشامه، نشامه الامن العام، بدنا نتعرف اكثر على الاداره الملكيه لحمايه البيئه والسياحه ونتعرف على مهماتهم وواجباتهم. 100 عام من العطاء، كل عام والامن العام بالف خير، كل عام وقائد الوطن بالف خير. يسعد صباحكم ويسعد صباح الامن العام. مشاهدين احنا الان موجودين بمحميه عجلون الملكيه حتى نتعرف اكثر على الاداره الملكيه لحمايه البيئه والسياحه اللي بتشمل الحفاظ على البيئه والسياحه. حتى نحكي اكثر عن هاي الاداره بينضم الينا عطوفه منهل بيك الحجرات. يسعد صباحك. يسعد صباحك سيدي، يسعد صباح جميع المشاهدين الكرام. عطوفتك، يعني احنا بنحكي عن 100 عام على تاسيس الدوله الاردنيه و100 عام على تاسيس الامن العام، حابين نعرف منك واجباتكم ومهماتكم من خلال مديريتكم. أشكر سيدي، بداية يسعد صباحك ويسعد صباح جميع المشاهدين. صباح لنا كل الفخر سيدي بهذه المئوية من تأسيس الدولة الأردنية وتأسيس مديرية الأمن العام والجهاز الأمن العام. لنا كل الفخر سيدي ونعم الاعتزاز بأنه إحنا الجهاز الأمن العام واكب تطور ومسيرة البناء الخالد لهذا الوطن العظيم. أولا المساهمة في تطبيق الاستراتيجيات الوطنية والخطط الوطنية للمستدامة إن شاء الله بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الشؤون البيئية والسياحية. بالإضافة لذلك سيدي إحنا معنيين بالمراقبة وكافة المنشآت والمنشآت التنموية أو السياحية في تنفيذ التعليمات الصادرة عن وزارة البيئة والسياحة. سيدي العزيز، إحنا بالإضافة لذلك نقوم بتسيير دورياتنا الراجلة والآلية والمباحث البيئية في كل مواقعنا في المملكة، بالإضافة للترفيقات الأمنية والمواقع السياحية وحماية المواقع السياحية من خلال الشرطة السياحية اللي داخل الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة. يعني بصراحة جهود جبارة بتبذلوها. نعم. يعني إحنا بنحكي عن دمج كانت البيئة لحال والسياحة لحال. نعم. يعني بدنا نحكي عن موضوع الدمج، يعني هي بالنهاية خط واحد أو مسار واحد. نعم. تحكي لنا كيف هاي الألية عملت تحسين لهالجهاز. أشكرك سيدي. بداية خلينا نرجع لموضوع التأسيس الإدارتين والمنفصلات وكيف تم دمجها. بداية يا سيدي، بداية سنة 1958 كان هناك ما يسمى الشرطة، شرطة الأديان اللي كان موقعها في القدس الشريف وكان المفرزة في البتراء. سنة 67 تم تحويل هذه الشرطة أو تم تسميتها بوحدة الشرطة السياحية وكانت في سلطة السياحة في عمان. في سنة 88 تم تشكيل هذه الوحدة وتسميتها بقسم الشرطة السياحية وتم ربطها بوزارة السياحة والآثار في عمان. سنة 1994 تم استحداث شرطة سياحية متخصصة في أعمال الشرطة الأمن السياحي وأرفقت هذه الإدارة مستقلة في مساعد مدير الامن العام للعمليات والتدريب. اما بسنه 2006 يا سيدي باراده ملكيه تم استحداث اداره الشرطه البيئيه. سنه 2008 باراده ملكيه ساميه، توجيهات الاراده الملكيه ساميه، تم تغيير الاسم للاداره الملكيه لحمايه البيئه وتم استحداث او تشكيل اللجنه التوجيهيه العليا للبيئه. لاحقا يا سيدي بال 2020 9/3/2020 بأمر مباشر من عطوفة مدير الأمن العام اللواء الركن حسين باشا الحواتمة تم دمج الإدارتين مع بعض، أصبحت الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة اللي هي بتنضم كل أعمال السياحة والبيئة والمجتمع. اللي تفضلت فيه يا سيدي اللي هو موضوع الإدارتين مستقلات وأصبحوا أو إدارة واحدة مستقلة. نعم صحيح، الإدارتين الآن يعملوا بنفس النسق. المملكة الأردنية الهاشمية كلها إحنا معنيين في بيئتها كإدارة، كذلك الأمر موضوعين بالتركيز في المواقع اللي فيها السياحة والأثار والأحراج وإلى آخره. من واجباتنا كذلك بالمخلفات ومتابعة الأشخاص والاستعمال الجائر للأحراج أو إلى آخره. في موضوعات كثير تتعلق في البيئة. أكيد. زي ما حكينا بداية. صحيح. إحنا معنيين في الدفاع أو المحافظة على البيئة سواء كانت التربة أو الأرض أو الهواء أو المياه. صحيح. فكل المنظومة يعني هذه أصبحت تعمل في ضمن منظومة واحدة وتنسيق واحد في إدارة واحدة مستقلة تراعي كامل الشؤون حتى في المواقع السياحية والأثرية. نعم سيدي. يعني إحنا بنحكي عن أمن عام هو إيد واحدة. نعم صحيح. يعني جميع الجهات، جميع الدوائر، جميع المديريات كلها تكون إيد واحدة. نعم وبالنهاية لخدمة هالوطن. نعم صحيح. يعني إحنا بنحكي عن سياحة وبيئة،
يعني هي اهتمام ملكي فيها. نعم وهي صحيح. نبراس لكل زائر ولكل زائر لها الأردن. نعم. هالجميل بطبيعته الخلابة. تحكي لنا عن الاهتمام الملكي بهالمحميات بهالطبيعة بهجمال هالبيئة. بكل فخر سيدي، كان لقاء سيدنا مع مرتب دار الملكية لحماية البيئة والسياحة في دريبو ب 22/6/2020، لقاء تحاوري مباشر كان جلال سيدة بعطوف مدير الأمن العام باللقاء، وكان حوار سيدنا مباشر مع الشباب، وهذا دل على اهتمام سيدنا في هذا الاتجاه. زائد حضور سيدنا لكافة المؤتمرات وخطابه دائما في مشاركاته في المؤتمرات الدولية أو في خطاب في حتى في قمة المتحدة في آخر لقاء له كان ب 31 إذا مش غلطان تاريخ 31/5/2021 باللقاء بالقمة الافتراضية اللي تم تنظيمها من قبل كوريا، وحديث سيدنا عن البيئة المستدامة وعن أثر التغير المناخي في العالم. هذول كل دلالات سيدي على اهتمام جلال سيدنا. كذلك أمر لابد من الإشارة أنه في كتب التكليف السامي لجلال سيدنا للحكومات المتعاقبة كان في إشارات واضحة أو كلام واضح في موضوع الاهتمام في البيئة، وإحنا على هذا النهج سيدي مستمرين نستقي دائما الإرشادات من والتوجيهات من القيادة العليا من جلال سيدنا طول عمره، ونشتغل على هذا الأساس ودائما إن شاء الله في حماية هذا الوطن العزيز الغالي. يعني إحنا بنحكي عن السياحة، إحنا بنحكي عن بترول الأردن، هي السياحة. نعم. هي مصدر أساسي للأردن. إحنا بدنا نشكرك ونقول لك الله يعطيك العافية، وأكيد بدنا نحكي لمشاهدينا هاي الطبيعة الخلابة بدنا نحافظ عليها.